أهلا بكم. ما زالت هذه التغطية حية ومتواصلة دائما لمتابعة أبرز التطورات في مصر، وهذه جولة لأهم وآخر الأنباء نستهلها بأهم العناوين. اليوم الحكومة تناقش الاستعدادات النهائية للاستفتاء على الدستور. المصريون بالخارج يواصلون التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور. المتحدث باسم الخارجية يؤكد لسي بي سي: نتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات لحل مشكلة بعض الناخبين في الخارج. وزير التنمية الإدارية لسي بي سي: تحديد 200 لجنة للمغتربين على مستوى الجمهورية. انتظام الامتحانات بكليات امتحانات جامعة الأزهر بلا تجمعات طلابية وهدوء بالمدينة الجامعية. وزير الداخلية لسي بي سي: فريق من قوات الأمن يكثف جهوده بالتعاون مع القوات المسلحة لتحرير المختطفين من القيادات العمالية. هذه إذن هي أهم العناوين، وإليكم التفاصيل. يعقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاستعدادات النهائية للاستفتاء على الدستور الذي يعقد يومي 14 و15 من يناير الجاري. وقال السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المجلس سيستعرض آخر الاستعدادات الخاصة بالتصويت على الدستور والجهود المبذولة لتأمين عملية الاستفتاء، كما يستعرض تطورات الأوضاع في الشارع وكذلك جهود استعادة الأمن والاستقرار. وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الاجتماع سيبحث جهود تنشيط الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة ووسائل جذب الاستثمارات وما تم اتخاذه لتنشيط السياحة، فضلا عن مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالبنية الأساسية. من جانب آخر، ولليوم الثاني على التوالي يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور، والذي يستمر حتى يوم الأحد المقبل 12 من يناير. سفير إيهاب حمودة سفير مصر للإمارات أكد في تصريحات خاصة لسي بي سي أن عملية تصويت الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية تسير بهدوء وفي سلاسة تامة، ولم تحدث أي مشكلات خاصة بتنظيم عملية التصويت باستثناء مشكلة عدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لدى بعض المصريين. طيب، هنستمع بعد قليل إلى ما قاله السفير إيهاب حمودة سفير مصر في الإمارات على وجه التحديد، لكن من جانبه السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية أكد في تصريحات لسي بي سي أن وزارة الخارجية تتابع كل المشكلات التي تواجه المصريين في الخارج أثناء عملية الاستفتاء خاصة في دول الخليج، وتم إرسالها للجنة العليا للانتخابات لاتخاذ ما يلزم، خاصة أن وزارة الخارجية ليس لها دخل بالقوانين التي تحكم العملية الانتخابية. في طبعا مشكلة تانية مرتبطة بأن في العديد من المواطنين موجودين في أماكن بعيدة عن أماكن القنصليات أو السفارات في دول الخليج، ودي مشكلة لا نستطيع حلها لأن القوانين المحلية المعمول بها في هذه الدول تمنع إقامة مراكز اقتراع خارج المقر الدبلوماسية، خارج السفارات والقنصليات. مسألة إلغاء البريد أو التصويت البريدي من قبل اللجنة العليا للانتخابات ده برضو مسألة اشتكى منها العديد من الناخبين في الخارج، ودي مشكلة يعني قررت اللجنة العليا للانتخابات إلغاء التصويت بالبريد نظرا لوجود شبهة تصويت جماعي مما قد يفتل عملية الاستفتاء على الدستور برمته. لذلك رأت اللجنة يعني درءا للشبهات إلغاء التصويت البريدي لوجود شبهة التصويت الجماعي به. اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب قررت إنشاء لجنة استفتاء أو أكثر بكل محافظة لتصويت الوافدين من خارج المحافظة. اللجنة قررت أيضا إنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط تلك اللجان ببعضها البعض إلكترونيا على نحو يمنع من تكرار التصويت في عملية الاستفتاء. وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى أن الناخب الراغب في إبداء رأيه في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي سيكون عليه أن يتوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة، ويقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصيته والتأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإدلاء بصوته.
ثم يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة ببطاقة الرقم القومي للناخب في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة مع إلزام الناخب بغسل كامل إصبعه في الحبر الفوسفوري. من جانبه قال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية ووزير التنمية الإدارية في تصريح خاص لسي بي سي أنه تم تحديد 200 لجنة على مستوى الجمهورية سيتم تخصيصها للمغتربين ومرتبطة بقاعدة البيانات. أعلن الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أنه سيكون هناك ترتيبات محكمة مع وزارة الداخلية من أجل تأمين المنشآت العامة خلال فترة الاستفتاء على الدستور تحسبا لوقوع أي أحداث تخريبية في تلك الفترة، إلى جانب الترتيبات الخاصة بتأمين المواطنين حتى وصولهم إلى المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم. وأوضح الدكتور جلال مصطفى سعيد أنه تم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة اللواء محمد البنداري السكرتير العام لمحافظة القاهرة لمتابعة وتنفيذ كافة الأعمال الخاصة بإعداد المقار الانتخابية بمحافظة القاهرة. انتظمت الامتحانات بكلية جامعة الأزهر منذ الصباح وسط تواجد قوات الشرطة ودون أي تجمعات طلابية، حيث تعقد 15 كلية و11 كلية للبنين و4 للبنات امتحانات في الفترة الصباحية بفرعي الجامعة الرئيسية سواء للبنين أو البنات بمدينة نصر، كما تعقد 6 كليات للبنين و2 للبنات امتحاناتها في الفترة المسائية في الساعة 3 عصرا، كما تسود حالة من الهدوء أمام المدينة الجامعية للبنين وللبنات. من جانبه أفاد مراسل سي بي سي بأن الدكتور أسامة عبد المتعال عميد كلية الصيدلة بنين بالأزهر فصل 4 طلاب لمدة عام وطالب فصل نهائيا دون تحويلهم لمجالس تأديب لمشاركتهم في التظاهر والهتاف ضد الجيش والشرطة وتحريض الطلاب على العنف والإضراب عن الامتحانات. أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لسي بي سي أنه تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لتحرير المختطفين من القيادات العمالية وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة. وأضاف وزير الداخلية أن الوزارة لم تتثبت إلى الآن من مسؤولية جماعة أنصار بيت المقدس عن حادث الاختطاف. من جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد الفتاح إبراهيم أن حادث اختطاف رئيس النقابة العامة للسياحة ممدوح محمدي والوفد النقابي المرافق له بالقرب من منطقة عيون موسى في جنوب سيناء ليس حادثا جنائيا، وإنما يستهدفهم لدعمهم للدستور وخارطة الطريق. للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذا الحادث معي على الهاتف الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الفتاح. أهلا بك يا فندم. قول لنا يا أستاذ عبد الفتاح، هل في أي تطورات في هذا الحادث من خلال تواصلكم مع الداخلية أو القوات المسلحة؟ والله إحنا بنتواصل تقريبا شبه كل دقيقة مع الجيش ومع وزارة الداخلية لمعرفة آخر تطورات بخصوص موضوع زمايلنا المخطوفين، لكن حتى الآن لم يصلنا أي معلومات بهذا الخصوص، خاصة وأن العمل أتصور أن هو العمل ليس جنائيا وإنما سياسيا، المقصود به هو إثناء الاتحاد العمال والعاملين عن أداء دورهم الوطني في دعم خارطة المستقبل والدعوة للتصويت بنعم على الدستور. طبعا كما علمنا منكم شخصيا القيادات العمالية كانت في طريقها ل يعني إقامة أو تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم الدستور، هل ألغي هذا المؤتمر؟ هل ألغيت أنشطة القيادات العمالية في سيناء؟ الحقيقة زملائنا كانوا في طريقهم إلى شرم الشيخ فعلا للإعداد والتجهيز لمؤتمر هم كانوا منظمين وكان نقابة عمل السياحة لدعم الدستور بنعم، لكن عندما تم اختطافهم وللأسف الشديد احنا شكلنا غرفة عمليات في الاتحاد برئاستي حالة دون ذهابنا الى شرم الشيخ، لكن تواصلنا مع زملائنا هناك قالوا لنا ان احنا هنقيم هذا المؤتمر في موعده ولم يتم تأجيله. هل تتواصلون الان مع اسر القيادات العملية المختطفة؟
الأسر موجودة معنا، مقيمة معنا تقريبا على مدار 24 ساعة بمبنى الاتحاد، ولم يغادروا المبنى منذ لحظة الاختطاف إطلاقا، وإحنا موجودين معهم ولن نبرح مكاننا إلا بعد عودة زملائنا سالمين غانمين إن شاء الله. ما هي التدابير اللي هتتخذها أو يتخذها اتحاد عمال مصر لرعاية أسر القيادات العمالية المختطفة إلى أن يعودوا بسلامة الله؟ لا ما تحدنيش عن تدابير، لان دولي اولادنا واخواتنا ويعني اهلينا، يعني لا يمكن اطلاقا ان احنا يعني احنا اسره واحده. وكلمه التدابير دي حاجه بسيطه جدا، يعني كل الامور اللي هم عايزينها هم وصينا واكثر من اولادنا واكثر من اخواتنا واكثر من زوجاتنا رعايه كامله على مدار 24 ساعه. انا بقول لحضرتك هم مقيمين معانا اقامه دائمه، يعني لا يمكن اطلاقا نتحدث عن تدابير، لكن نتحدث عن ان هذا الحادث لن يزيدنا الا اصرارا على حبنا لبلدنا وعلى دعمنا لخارطه المستقبل. تمام، انا بس عايز يعني ارجع مره تانية لتفاصيل عمليه الاختطاف استاذ عبد الفتاح، لانه هذه القيادات العماليه ثلاثه كانوا في طريقهم بالفعل لشرم الشيخ زي ما حضرتك قلت لنا واكدت لتنظيم هذا المؤتمر الجماهيري، لكن ان يتم اختطافهم وهم في الطريق معناها انه كان في حد بيتتبع مسارهم، يعني المعلومه تم تداولها خاصة إذا صدقت مسألة أنه أنصار بيت المقدس مسؤولين عن هذا، كيف وصلت المعلومة لهذا التنظيم إذا كان هو بالفعل مسؤول عن العملية؟ حضرتك تعلم أن الاتحاد العام جزء من المجتمع المصري، وهو من الممكن أن يكون هناك اختراق جوانا، ونحن نجري تحقيقا سريا الآن لمعرفة، يعني يمكن أنا كرئيس اتحاد عمال مصر لم أعلم إطلاقا موعد خروجهم بالسيارة بالتحديد، فمعرفة غيري بهذه المعلومة هذا ما يستدعي منا إجراء تحقيق سري وعاجل لتطهير أنفسنا إذا كانت هناك أخطاء داخلية، وإن إحنا لا نغفل هذا، خاصة وإن الاتحاد جزء من المجتمع المصري ومن الممكن أن يوجد به خروقات مثل أي منظمة داخل المجتمع. يعني عندكم من الموضوعية والشجاعة إنه تقروا بعدم استبعاد هذا الاحتمال إنه في خروقات داخل الاتحاد من الممكن أن تكون مسؤولة عن تسريب هذه المعلومة؟ أكيد طبعا، أكيد طبعا، وهذا والاعتراف بالخطأ يزيدنا إصرارا وهمة، ونحن لا نستبعد هذا الخيار إطلاقا، وكل الخيارات لدينا مفتوحة ومستمرين في البحث والتنقيب عن الأسباب التي أدت إلى اختطاف. فتحتم تحقيق في هذه المسألة أستاذ عبد الفتاح؟ منذ اللحظة الأولى هناك لجنة مشكلة تجري عملية البحث والتنقيب والتحقيقات لمعرفة الدائرة التي كانت تعلم بموعد خروج زملائنا وخط سرهم. شكرا جزيلا أستاذ فتاح إبراهيم رئيس اتحاد نقابات عمال مصر على هذه المداخلة، ونتمنى طبعا عودة القيادات العمالية المختطفة بسلام. أكد نادي قضاة مصر عزم رجال القضاء والنيابة العامة على تحقيق الإشراف القضائي الكامل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور أيا كان الثمن والتحديات، وندد المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي قضاة مصر في تصريح له بما أقدمت عليه عناصر الجماعات الإرهابية من وضع عبوة ناسفة داخل إحدى السيارات أمام النادي النهري للقضاء بالعجوزة، وأشار إلى أن هذا العمل الإجرامي يمثل حلقة في سلسلة الأعمال الدامية أو الرامية إلى الترويع والترهيب التي تمارسها الجماعة الإرهابية. للوقوف على مزيد من التفاصيل حول هذا التصريح وهذا الحادث معي على الهاتف المستشار محمود الشريف المتحدث باسم نادي القضاء. أهلا وسهلا بيك سعادة المستشار. أنا سهل. يعني إذن هذا الحادث لن يزيدكم إلا إصرارا على ممارسة عملكم مرة أخرى، يعني كيف يعني تم هذا الأمر؟ يعني مرة أخرى نتحدث أيضا عن جوانب القصور التي سمحت مثل هذه العمليات، هل بوابة النادي لم تكن مؤمنة بشكل كافٍ؟ لا، هو بس الحقيقه الاول يعني بالامس كان في اختار من مدير اداره النادي فرع النادي النهري في العجوزه انه الامن متواجد وفي قنبله في عربيه موجوده بجوار سور النادي. الحقيقه انه الامن وصل والاجهزه المختصه اتعاملت مع الموقف ورفعوها، لكن ما كانتش قنبلة، يعني هو كان جسم غريب متوصل موصلينه بأسلاك معينة، فيعني حسب ما انتهوا جهات الأمن انه هي مش قنبلة بالفعل ولكنه جسم غريب، تعاملوا معاه وشالوه من العربية. العربية دي كانت موجودة من بالليل بايتة جنب النادي،
طبعا ايا كانت ملابساته وما انتهت اليه الجهات الامن ان هو مش قنبله او انه جسم غريب او ما شابه وتم ابطاله او تعامل معه على هذا الاساس، لكن ما في شك انه نادي القضاء كنادي كمبنى بما يتضمنه بما يشمله بما فيه من اشخاص، المبنى ليست كمبنى ولكن دور القضاء المقدر عموما في الوطن اهميته في قيمته، يعني مش في محتواه، مش في الناس اللي فيه، لكن في قيمته ومعناه ورسالته في الاثنين الحقيقه، يعني طبعا بالتاكيد طبعا بالتاكيد. فهو ايا كان توقع ما فيش شك انه القضاء على موقفهم ثابتون، لا احنا هنتحرك قيد انمله الى الخلف، لا احنا هنسترهب، لا احنا هنخاف، ولا في شيء من هذا القبيل الا بيزيدنا اصرار على موقفنا. احنا دفعنا ونضلنا على مدار السنه كامله عن القضاء واستقلاله، واعتقد انها كانت الشراره الاولى التي الهبت حراك الشعب المصري. مش ممكن هنتخلى عن دورنا في الاستفتاء القادم، وفي كل وقت تطلب في مصر رجال القضاء ستجدهم ان شاء الله ملبيين. سعادة المستشار، هل في اي اجراءات اتخذها النادي لتامينه، اتخاذ اجراءات اضافيه لمزيد من التامين في الفتره اللي جايه بعد هذا الحادث؟ احنا خطبنا طبعا على الفور وعلى الفور وزاره الداخليه. الغريب انه يعني انا شكرتهم امبارح على الهواء ان استجابت وزاره الداخليه وكان هناك تامين بشكل مكثف امام مقر النادي، لكن ما لبث ان فاتت سويعات، يعني انا على الساعه 11 بالليل كان هذا التامين كله مشي. انا الحقيقه مستغرب يعني امتى بقى هنقعد ان احنا يعني ان لم تكن المنشات الحيويه والادارات ونادي القضاء العالي اللي هو بيت القضاء الرمز نادي القضاء انا هفضل امنه بشكل وافل وكافل لما نقول ده في حاجه ونجري وتتهني بعد ساعتين يمشي. فيعني انا من خلال برضه برنامجك انا خطبنا النادي كنادي، خطبنا وزاره الداخليه، استجابوا شاكرين على الفور انه كان في حراسات مكثفه، لكن الحقيقه انه الحراسات مشيت التامين. فاذا حضرتك بتجدد النداء مره اخرى ومطالبه الاجهزه الامنيه باعاده ان يكون هناك تامين ان يكون هناك تامين ثابت ومستقر على هذه المنشات المستهدفه. حضرتك تتوقع اي احداث مماثله خلال الفتره اللي جايه؟ ده رغم انه في علم الغيب، لكن طبعا لازم تتوقع ان يكون في اي اعمال تخريبيه، ده امر طبيعي امنيا ان تكون على استعداد تام لكل الظروف. دائما فندم بعد مثل هذه الحوادث بيتبادر للذهن مساله التقصير في تركيب كاميرات مراقبه على بوابات المبنى. اي مبنى من المباني الحيويه والمنشات الشرطيه تستحق ان يوضع عليها كاميرات للمراقبه، لانه لو كانت الكاميرا موجوده كنت عرفتوا مين اللي جاب هذه السياره، مين اللي حط هذه العبوه. فألا تفكرون في هذا الإطار؟ لا، احنا مفكرين بالفعل، واحنا عندنا مقر النادي في شامبليون محاط بكاميرات. احنا على المستوى كنادي وكمجلس إدارة احنا إجراءاتنا التأمينية احنا واخدينها، وفعلا في كاميرات ومن يقترب هيجي، بس ما اقدرش انه في عمليات تخريبيه. انت الارهاب احنا بنقول عليه الارهاب الاعمى، ليه؟ لانه لا يفرق بين ابيض واسود ولا يفرق بين رجل وامراه. انا ما اقدرش اللي جاي اللي عارفه هيجي بموتوسيكل ولا عارفه هيجي بعربيه نفسه في عربيه ولا عارفه هيجي هو شخصيا. فالقصه ليست انه بعد ما يحدث الحادث ابتدي افكر. احنا كامنيان مأمنين وفي كاميرات، انما لابد للجهات الشرطيه ان تتخذ موقفا وتقوم بدورها ايضا. صحيح، يعني احنا عايزين نعقلها ونتوكل، يعني مش عايزين نتوكل وخلاص، عايزين نقوم بواجبنا ايضا. انا بشكرك جدا سعاده المستشار محمود الشريف المتحدث باسم نادي القضاء على هذه المداخله، شكرا جزيلا لك، نتمنى السلامه لرجال القضاء دائما. اعود مره اخرى للدستور. زي ما قلنا لكم النهارده تاني ايام تصويت المصريين في الخارج على الدستور. بعض الدول العربيه واجهت قليل من المعوقات، خاصه ما يتعلق بتقديم اصل بطاقه الرقم القومي او جواز السفر، وهو غير متاح بالنسبه لبعض المصريين العاملين خاصه في دول الخليج اللي بيحتفظ الكفيل فيها بجواز سفر الموظفين لديه حتى يمنحهم اجازه او اذن بالمغادره. سفير ايهاب حموده، سفير
سفير مصر في الإمارات أكد في تصريحات خاصة لبث مباشر على سي بي سي أن تصويت الجالية المصرية هناك يسير بهدوء وفي سلاسة تامة، ولم تحدث أي مشكلات خاصة بتنظيم عملية التصويت باستثناء هذه المشكلة، مشكلة عدم وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لدى بعض المصريين. ما فيش مشاكل بمعنى كلمة مشاكل، لكن حجم في بعض المعوقات اللي احنا ذكرناها امبارح وما زالت مستمرة النهاردة، اللي بتتمثل ان المشكلة في معظم دول الخليج ان جواز السفر الاصلي او رقم القومي، بطاقة الرقم القومي ما بتبقاش متواجدة مع المواطن، فبيجي بصور وبيبقى معاه ما يثبت شخصيته من هويات اماراتية. هي دي يمكن العقبة الوحيدة اللي يعني مواجهانا لحد دلوقتي، ولكن نسبة الإقبال على الانتخابات أعلى من الاستفتاء السابق كمان. هل تتوقعون زيادة أعداد الناخبين الأيام القادمة مجازات نهاية الأسبوع وما إلى ذلك؟ أكيد أكيد، لأن بكرة وبعده دول يومين أجازة رسمية في الدولة، وأيضا يوم الأحد أجازة رسمية في الدولة، فمتوقع جمعة وسبت وحد أعداد غفيرة من أبناء الجالية المصرية في الإمارات. إذن هذا عن وضع التصويت على مشروع الدستور الجديد في الدول العربية. ماذا عن التصويت في الدول الأوروبية؟ للتعرف على هذا معي على الهاتف السفير إيهاب فوزي، سفير مصر في بلجيكا. أهلا وسهلا بك سعد سفير. أهلا وسهلا. طمنا يا فندم على تصويت المصريين في بلجيكا على مشروع الدستور الجديد، كيف يسري؟ التصويت هذه حتى الآن إن إحنا لم نكن ننتظر إن يكون في عدد كبير في أول يومين، لأن عطلة نهاية الأسبوع عندنا السبت والأحد، ودي الأيام اللي إحنا منتظرين هيكون فيها كثافة أكتر في التصويت، لكن التصويت كان هادي جدا في الفترة الأولى في الأمس واليوم. ما فيش يا فندم أي معوقات من أي نوع؟ لا لا نهائي. ما تردد عن المشكلات اللي واجهت بعض المصريين في الدول العربية، مسألة وجود أصل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر معاهم، وتدخل وزارة الخارجية لدى اللجنة العليا للانتخابات لمعالجة هذه المشكلة، هل مثل هذه المشكلة موجودة أيضا في الدول الأوروبية وبلجيكا على سبيل المثال؟ لا الحقيقة المجموعة اللي حضرت بالأمس واليوم كلها كان معاها الأصل، يا إما الرقم القومي يا إما الجواز السفر، ويعني ما كانش في شكوى من الإجراءات، بالعكس السريعة جدا، لأن العدد زي ما قلت ما كانش عدد كبير حتى الآن. هل السفارة فقط اللي موجودة فيها لجنة انتخابية ولا قنصليات أيضا؟ لا ما عندناش قنصليات، هي السفارة فقط بتغطي بلجيكا ولوكسمبورغ. وتغطي يعني، هل المصريين حاسين بارتياح من هذه المسألة ولا شايفين إنه في مسافات بعيدة تفصلهم عن السفارة؟ لوكسمبورغ قريبة وهي فيها حوالي أقل من 20 ناخب يعني. تمام. فكان صعب ان يكون لها لجنه منفصله، والاجمالي عدد الناخبين عدد المسجلين هنا في بلجيكا حوالي 720 واحد. طيب يا فندم، هل في مشكله انهم يجوا الدوكس؟ عظيم عظيم. ما فيش اي مشاكل بقى من ناحيه وجود عناصر اخوانيه بتسعى لافساد العمليه الانتخابيه كما يحدث في دول اخرى؟ حتى الان لم يكن هناك اي تعطيل للعمليه الانتخابيه، العمليه ماشية بنظام الحقيقة، ومحدش حاول يعطلها حتى الآن يعني. عظيم. أنا زي ما أنا قلت الكثافة عندنا هتكون يوم السبت والحد، مش النهاردة. تمام. النهاردة وبكرة. وحنطمئن وقتها بالتأكيد من حضرتك على التطورات. أنا بشكرك جدا سعادة السفير إيهاب فوزي سفير مصر في بلجيكا على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، عقد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مؤتمرا للرد على اتهامات الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة لاتهاماته بإهدار المال العام. نشاهد جزء من هذا المؤتمر ونعود من بعده للتغطية. مطلوب اللجنة الأولمبية لها كل الشكر والتقدير في المواقف السابقة، وأنا بشكرها. لكن لابد تقييم عمل الاتحادات. تقييم عمل الاتحادات بيحسب بالفرقعات الإعلامية والشكاوى الفردية ولا بيحسب بالنتائج؟ سيادة المستشار، أنا بسأل سؤال. تقييم عمل الاتحادات هل بيحسب بكم الشكاوى اللي بتتقدم في الوحدة الفردية أو بتحسب بنتائج الاتحاد؟ عماد هنا لابد من تدخل اللجنة الأوروبية.
السعوديه في هذا الامر. عمال تكون بتكتب المحضر عشان ده كنا نروح للسويف. لان المحضر لازم تكتب. كنت تعلم بقالي 7 شهور عندي تفتيش مستمر فوق ال 230 شكوى وكيديه وتشويه اعلامي، ومع ذلك حقق هذا الاتحاد هذه السنه 4 افريقيه مركز اول، ناشئين ناشئات شباب درجه اولى رغم كل الصعوبات اللي بنتعرض لها، حقق 8 فرق وصلوا لبطولة العالم. فبالتالي بنتعرض لحملة تشويه، هنا لابد من تدخل اللجنة الأولمبية الدولية في حملة التشويه الإعلامية القاسية على شخصي وعلى الاتحاد. أتمنى ذلك، ويبقى تقييم عمل الاتحاد بين الشكاوي، الكلام هنا بوجه ووجه أيضا للوزارة. هل التقييم لعمل الاتحاد بتقصر في الشكاوي؟ ولما تطلع كلها في إيديا إيه الحل؟ الجزء الثاني أتمنى التفكير في هذه النقطة بجدية، ويتم تقييم عمل الاتحادات. مش ممكن أبقى بهذه يعني في هذه المعادلة تمر بها البلاد وأحقق هذه الإنجازات بالقوة مع بعض الزملاء من مجلس الإدارة لو كل شغل التقدير والآخر بيحاول على قدر سن العمل، وهنقف كده. ساعدتوني وقفتوني، لكن ما ينفعش. أنا بتكلم بأمانة جدا، أنا عندي مرحلة أخرى قادمة. الجزء الثاني التعرض الدولي بالنسبة لي واحترامي لكل المراسم الدولية، دكتور حسن مصطفى في مراسمه، لكن لابد أن تكون كل المراسم الدولية مثل الدكتور حسن مصطفى. المساعدة ولا ما قدرت له ساعد، لكن ما ينفعش إن أتعرض لشيء وأبعت للاتحاد الدولي 5 6 خطابات أو 4 خطابات بأسئلة معينة في مشكلة في خطأ، حتى لو إداري من مصر، خطأ إداري من 2 موظفين، خطأ إداري مزيد في 4، ما يفرضش على ورقة سؤال. والدورات ادفع 600,000 على 18 تذكرة، أي 18 تذكرة ب 600,000. فين المساعدة؟ في مساعدة من أشخاص آخرين خارج نطاق الاتحاد الدولي. حاج علي بس أقول لي ستك على حاجة. الموضوع أنا بدفعه النهارده على مسؤوليتي. ماشي. وبعض الأعضاء رفضوا برضه الدفع، لكن أنا مصلحة مصر عندي أهم، وبعت الدفع فهم رفضوا. طيب أنا أقدر أتحمل الحمل إزاي؟ أنا بقترح اقتراح. ماشي، انا بقترح اقتراح. انت عارف احنا اتكلمنا مع بعضينا كذا مرة، انا ده دوري، لان انا راجل مصري وانا واحد منكم زي ما قلت الكلام. طيب طيب خلينا بس اقول ماشي، في امور كثيره بتحارب فيها بقوه جديده. طيب ماشي، انا ماشي اوكي. ده مش طبعا ينطبقش على المواصل الدوليه كلها. انا بتكلم، انا في مواصل دوليه كثيره في مصر ساعدتني ووقفت معايا في هذه المحنه، وانا مشكور ومش متشكر للمصلحه حاجه جدا، لكن النتيجه ماشي. يعني انا مش عارف اقول ايه. طيب انا خلينا يبقى في لجنه اولمبيه ووضع وثاق للتعامل حتى الدولي مع المصري. ماشي اوكي، وتعاون الاعضاء في مجلس الاداره. ماشي، مش هنقف كده واقفين. طيب انا بس انا عايز اقول حاجه، يعني طبعا طيب انا اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز انا بقترح اقتراح دلوقتي بعرضه على حضراتكم كلكم. انا باعتبار ان انا يعني برضه في المكتب التنفيذي في الاسويف، كل الساده رؤساء الاتحادات الدوليه كلهم زمايلي واصدقائي، يعني لسه حسن الاخ حسن اقرب رئيس اتحاد منتخب، رئيس اتحاد دولي المصارعه، وشوف هو بيقول له ايه عليا. يعني الراجل لسه ما قالوش حوالي من 14. حوالي 4 5 شهور، ومع ذلك احنا فاللي انا بقوله ان احنا لو في اي حد عنده اي مشاكل مع اي اتحاد دولي، انا تحت امركم في عمل اللينك ده، وان احنا نقعد قاعده مع بعضينا ونجيب رئيس اتحاد دولي مع حضراتكم، ونشوف ايه الموضوعات اللي فيها خلافات او فيها مشاكل، ونحاول ان احنا بعضها. انا بستسمح حضراتكم ان انا اقوم بهذا الدور بعد اذا وافقتوا سيادتكم على هذا الاقتراح. انا بشكر حضرتك جدا، وانا اسف للانفعال. لا لا مفيش حاجه، لا لا مفيش حاجه، والمستشار كان عارفها كويس قوي، وبقايل الطلب وقت ده مقابل رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء. اتمنى. طيب ماشي، طيب حاسس بيها.